السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. مبروك، الله يكمل كل شيء. الله يحفظك، شكرا بزاف. الوغ قول لنا، علاش قررتوا تقاسموا هذه الفرحه هذه مع الجمهور ديالك؟ حيت قررنا نتقاسموا الفرحه حيت فاش الناس كيعزز عليهم يشوفوا لي زارتيست زعما كيفاش يعيشوا داكشي، هما تيشوفوك فاش كدير شي منتوج كيحبوك، تيبغيو يتعرفوا على حياتك اكثر. دونك حنا قررنا باش نفرحوهم معنا حتى هما يفرحوا معنا كاملين. عنده بزاف ديال لي فان كيبغي فيما يدير شي حاجه جديده ولا يكون شي خبر جديد يتشاركوا مع لي فان ديال، هادشي علاش باش يفرحوا معنا. وجينا عند لالا مونيا ورحبات بينا ودعماتنا باش نديروا هذا العرس اللي يكون فيه هاد الناس كاملين. تشكروها بزاف، كنشكروا الحاجه منيره رمسيس على هاد اللبسات الزوينين وعلى القاعه وعلى تريتور وعلى كل شيء. كيفاش كتحسوا اليوم وانت تعريس؟ كتحس بالتعريس اليوم؟ تحس بالفخر تحس بواحد الاحساس واعر ما كاينش بحاله في الحياه، فهمتي؟ ما فاش كتكون جاي في الطوموبيل وفاش كتعيش هاد الاجواء وكتشوف لا فامي، كتشوف صحابك، كتشوف لي زارتيست، كتشوف مراتك، كتشوف الحب اللي تلاقيتي معاه، وتشوف هادشي كامل مجموع وقيته وحده، كتحس بواحد الفرحه مع بكيه مع تيتخلط لك كلشي. ياك العماريه زوينه اختي، زوينه بزاف، ما سخيتش ننزل. انا باقي ما طلعتش كاع في العماريه، غنطلع دابا. عاودوا لنا هاد قصه الحب كيفاش تولدات. ها يا لالا رمسيس تعاودها لك. تلاقينا عندها في المحل، كانت هي تزوج واحد السيد واحد اخر، كنت واحد المره مشيت للمسرح وجات عندي وكانت خدامه في المسرح الوطني محمد الخامس وجات تصورت معايا وتطورت العلاقة. من بعد صيفط لها ميساج، من بعد تلاقينا. لا قال لي خذي نمرتي فاش يكون شي ايفينمون ولا شي حفلة عيطي لي. لا هي قالت لي عطيني نمرتك إلا كان شي ايفينمون عيط لي. لا كيكذب كيكذب. عطيتها النمرة 06 61 وتطورت العلاقة حتى شي جا بوحدو. والله أنا ما فاهم كيفاش جالس هنا أصلا وأنتم كتسولوني كيفاش تزوجت، وكل ما تلاقيناش مع رمسيس عاوناتني فهم، بينات لي راه العرس ساهل فهم، قالت لي غير دوز. وبقيت غادا سنة باردة. انك تزوج، شنو اللي بان لك فيها هي المرض ديال باش اللي بغيتي تكمل مع حياتك؟ كتفهمني فهمتي. شوفي ما كنخلي يدير لها لها وكتوقف على شغلها فهمتي، التليفون كيتقلب، كلشي كيتقلب، واخا طير كتعرفني لا واش مقلق، كتعرفني واش فرحان، كتعرف كيفاش تتعامل معايا، كتحس بيا فهمتي، كتعاونني في اي حاجه من الصغيره للكبيره، كتوجهني. هادشي علاش حنايا وخدات بزاف صداق غاليه. ها كنضحك معك. ليلى علاش باش عرفتي غفل هو الراجل اللي بغيت تكملي معاه؟ هكاك شفتو وانا نعرفو. شفتو وانا نقول هذا هو غسان، هو اللي بغيت، حيت ظريف بزاف، حيت قلبه كبير وظريف ونيه بزاف، فيه واحد النيه ما كايناش عند بزاف ديال الناس، كنفتقدوها دابا. سولي غسان بزاف وغسان كي غير كثر مني الغيره ديالي انا ديال غسان مضروبه في عشرات المرات. سولي الحاجه المهمه، بما انك دير بزاف ديال الاعراس، قولي احنا كيفاش جينا ككوبل. سولي كيفاش جاوك ليلى وغسان؟ جاوني واحد الكوبل زوين، وان شاء الله غتكون الحياه ديالهم زوينه، لانهم عندهم افكار متبادله وكيتساعدوا بعضياتهم، واخا يكون واحد التناقض بيناتهم كيكون حبي، ماشي يعني بالضحك وداكشي. يعني ان شاء الله تكون عندهم واحد الحياه متوفقه ان شاء الله، وكنتمنى لهم حياه سعيده بالرفاء والبنين ان شاء الله، وكنتمنى له توا مسيره موفقه له هي ليه وليها ان شاء الله، وكل متمنيات ان شاء الله في حياته تحقق اليوم. شكرا. كندير لي واحد الميكرو ترتور، بغيت نسولك غسان على الزواج، كيفاشك الزواج؟ صافا زوين. علاش كت جميع المغاربه يتزوجوا؟ علاش كتوقف على الناس في الزنقه كتبقى تسول فيهم؟ لا من هذا المنبر تنصح جميع المغاربه يتزوجوا، حيت داك الشيء واعر، كتحس براسك فهمتي معاك بنت وكل شيء فرحان عادي، وتت فرحه فهمتي، ما توقفش عليك باها حتى هو تيفرح معاك، باها ضاحك مانا ضاحكه كل شيء تيلبسوها. الزواج واعر واعر بزاف، كتحس براسك ستابل واللباس وكل شيء. انا فرحان والله الحمد لله، شكرا بزاف لكم انتوما. بغيت تقول للجمهور
بغيت نقول لكم حنا بغينا نبارطاجيو معكم هاد الفرحه وبغيناكم نتوما بحال تعيشوها معنا. كنا بغينا نعرضوا عليكم كاملين ولكن لا صال ما تكفاش وبغينا نوصلوا لكم الاحاسيس ديالنا انا واخت ليلى. شكرا الاخ غسان، شكرا.